برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل ينجم يكون قدامك نهاير مزيان كان عرفت كيفاش تستغله وتتعامل معاه. عندك القدرة الكافية باش تعرف كيفاش تواجه الضغوطات وتحل المشاكل المتلاحقة بشكل سهل ويعاونك وبنجاح يا حمل. الثور تشعر بالثقة في النفس والطاقة الإيجابية، وهذوما من الحاجات اللي خليوك ترجع ثقتك في نفسك، وهذا ما ينجم كان يحلك ثنية قدامك يا ثور. الجوزاء نجم تنشغل اليوم بالأمور المنزلية والعائلية، الوقت مثالي عندك أكثر باش تركز في شؤون الأسرة وباش تعدي وقت مزيان في الدار ولا مع الأقارب يا جوزاء. السرطان ما تأجلش المواضيع اللي تنجم تربكك، حاول أنه تحكي فيها باش هكا توضح وجهة النظر وما تقعش في سوء التفاهم مع شريك حياتك يا سرطان. الأسد حتى لو كانت عندك الرغبة باش تشري حاجات أنت ماكش مستحقهم، حاول أنه تتجاوزها، أنت تعرف اللي أنت في ظرف مالي ليامات ما يسمحش يا سيد. العذراء تنجم تتشغل اليوم في التخمام في تحسين ولا تغيير أوضاعك المهنية، ماذا بيك أنه تستغل الفرص اللي قدامك وتغزر لها بأكثر جدية يا عذراء. الميزان كي تبدأ حاسس روحك ماكش مستعد ما غير ما تضغط على روحك باش تاخذ قرارات مصيرية، حاول تخمم مليح مليح في الأمور اللي عندها مديدة وهي شغلتك، وبهكا تنجم تلقى الحل اللي يناسبك يا ميزان. العقرب ديما متعاون مع الناس الكل وخاصة مع اللي يطلبك في المساعدة، هدية معروفة عليك، ديما محبوب وما تبخلش على حد حد يا عقرب. القوس الوقت ليامات في صالحك ومواتيك باش تظهر قدراتك للناس الكل، وهكا تنجم تلقى التقدير من المسؤولين ولا الزملاء، بشرط انه تستعد بالكدا والاراده اللي عندك تحطها في الحاجات الايجابيه الكل يا قوس. الجدي بالرغم من الضغوطات الماليه الا انه الاحساس بالايجابيه عندك ديما طاغي عليك، هذا هو المطلوب خاصه تعرف اللي هو ظرف وبقدره ربي يتعدى يا جدي. الدلو تنجم تظهر عليك ردود فعل عاطفيه في اكثر من موقف، ولكن زيده خليك ردد بالك من التقلبات المزاجية وما تخليش مشاعرك هي اللي تتحكم فيك دون الرجوع للعقل والمنطق يا دلو. الحوت تنجم تتعرض اليوم للحيرة في الاختيار ما بين حاجتين، وخاصة كان واجهت مشكلة ما بين طرفين، أهكم عليك كان ما تجزفش بالاختيار وتركز مليح في الفرص اللي قدامك يا حوت. هيدا برجكم بالصحة لليوم، نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.